تحقيق دولي يكشف الستار عن فساد المنظمات الأممية العاملة في مجال الإغاثة باليمن التحقيق الذي نشرته وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية كشف عن قيام عشرة موظفين أمميين بالإثراء غير المشروع من الأموال التي يتعهد بها المانحون للشعب اليمني وأضاف التقرير أن موظفين أمميين سمحوا لقيادات حوثية باستخدام سيارات المنظمة الأممية اليونيسف والسفر بها خارج صنعاء للاحتماء من احتماليه استهداف التحالف بالقصف الجوي. موظفون غير مؤهلين في وظائف ذات رواتب عاليه، وايداع ملايين الدولارات في حسابات شخصيه للعاملين، وتمرير عقود مشبوهه، والتغاضي عن فقدان اطنان من الادويه والوقود. هذه عباره عن عينه للفساد الاممي وليست كامل الحكايه، فكيف سيكون مستقبل عمل منظمات الامم المتحده في اليمن بعد هذه الفضائح الموثقه؟ ناشطون طالبوا الحكومة بمحاسبة المنظمات الأممية العاملة في اليمن ومطالبتها بالاعتذار العلني للشعب اليمني الذي تقدم تلك الأموال باسمه لكن يبدو أن هذا الأمر ليس من ضمن اهتمامات الحكومة التي لم تعلق على التقرير حتى الآن قبل أيام رضخ برنامج الغذاء العالمي للشروط الحوثية، وتم توقيع اتفاق على استئناف نشاط البرنامج في اليمن عبر المساعدات النقدية، الأمر الذي سيختصر الجهد على الفاسدين وسيكفيهم عناء بيع المعونات العينية. يبدو أن علاقات الأمم المتحدة ومنظماتها مع ميليشيا الحوثي تجاوزت الدعم السياسي إلى تقديم خدمات في صفقات فساد ضخمة، خصوصًا إذا ما أخذنا في الاعتبار التعهدات المالية الكبيرة التي التزمت بها الدول المانحة والتي تجاوزت مليارين ونصف مليار دولار خلال العام الجاري فقط. أين الفلوس؟ كانت هذه حملة إلكترونية لمجموعة من الناشطين اليمنيين، وأصبحت حقيقة تكبر كلما استمرت الحرب واختفت اليات الرقابه المحليه والمجتمعيه اليوم اصبح ما حذرت منه الحمله حقيقه موثقه بالارقام والوثائق امام الراي العام المحلي والدولي ومن قبل المنظمه الدوليه الاكبر التي يفترض انها تعمل من اجل اليمنيين الجوعى لا غطاء لسرقه الغذاء من افواههم كما جاء في تصريحها ذات يوم